أخبار اليوم. منتهى محمد عواد من القاهرة وتسكيني جه فينا. طيب حضرتك طلباتكم ايه دلوقتي؟ طلباتنا ان احنا لا للاغتراب، عايزين نلغي بند الاغتراب ونرجع محافظاتنا تاني من اللي شفناه من اعتداءات واغتصابات وبهدله ومرمطه لينا ولاولادنا واهالينا. فاحنا عايزين نرجع محافظاتنا تاني. احنا مش تقديراتنا هينه، ده احنا من 10 الاوائل على الدفعه وتقديراتنا امتيازات وجيد جدا، غير الماجستير والدكتوراه وده كله رامينا محافظات غير محافظاتنا. بسمه طارق، مدرس مساعد لغه عربيه، انا متعينه طبعا المسابقه اللي الرئيس السيسي اعلن عنها. ماشي. فانا مشكلتي الاساسيه الاغتراب، انا كل يوم بسافر من محافظه لمحافظه، بقوم من قبل الفجر عشان خاطر اوصل لمدرستي، وبوصل برضو متاخره وكتب تاخير. انا من محافظه الشرقيه، بروح في الجيزه، بعد اكتر من 3 ساعات سفر، وبروح المدرسه بيكون الواحد خلاص فصل، هنعلم بقى ازاي العيال بقى؟ وكمان فانا مش شغاله مش في بالتخصص بتاعنا، احنا انا تربيه عام المفروض اعدادي وثانوي، لا مودينا ابتدائي، انا مالي ومالي الابتدائي. بطالب بالغاء بند محو الاميه او تسجيل عقبات تنفيذه، وبطالب بعوده المغتربات من المناطق اللي تسكنوا فيها، ولا يوجد عجز ولكن يوجد سوء توزيع. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، احنا رحنا اماكن المختصه لتنفيذ بند محو الاميه وما احناش معترضين، لا احد يمد لنا يد العون، ومفيش مساعده نهائي، ومفيش تسجيل اي عقبات، وكل ما يقال وتصريحات اللي بتتقال في الاعلام من قبل الوزير ورئيس الهيئه العامه لتعليم الكبار هي غير حقيقيه، وارض الواقع مختلفه، وارض الواقع احنا اللي عارفينها لان احنا الممارسين. أولا محمود شريف، مقيمة في القاهرة وتسكيني بني سويف، وطبعا بروح كل يوم ونفس المشكلة، وبركب عربيات ميكروباصات، يعني ببقى أنا الوحيدة الواحدة فيهم كل يوم، بقى نفس الإحساس، نفس الخوف، نفس الرعب، لغاية ما أروح مدرستي وأرجع بيتي بعد المغرب كل يوم، وبسيب 3 أطفال خلصوا مدرستهم يستنوني على ما أروح. بس لغاية دلوقتي أنا مش عارفة المهزلة دي هتستمر لغاية إمتى، يعني كلنا متبهدلين، أنا مش عارفة نعمل إيه، نعمل إيه تاني؟ روحنا وجينا. فاطمه حبيب نعمان، محافظه دمياط، جايه هنا محافظه القاهره، اخصائي صحافه. حضرتك انا متشحططه ومتبهدله بابني، جايه من دمياط لحد هنا ومفيش حد بيرحم. طب المفروض ايه؟ المفروض ايه؟ انا مش عارفه نعمل لهم ايه. طلباتنا ان احنا نرجع محافظتنا، اظن ده اقل تقدير لينا. حضرتك احنا اتعلمنا واتبهدلنا وجبنا تقدير عالي وتقديرنا جيد جدا ومتشحطط كده، معقوله يعني؟ انا كنت حامل في الشهر الثامن والتاسع وكنت بمشي اعيط في الشارع، مفيش حد بيرحم. حضرتك المرتب اللي هو بيديه لنا ده هيقضي ايه؟ هيقضي سكن، هيقضي اكل وشرب، هيقضي اصرف على ابني؟ ده غير طبعا اللي الواحد بيتعرض له من الشارع، معروف ان احنا غربة، معروف ان احنا بنات لوحدنا. فمع زمايلي البنات اللي من دمياط وجايبينه اسيوط، واللي من اسيوط مودينه مطروح، واللي من بورسعيد مودينه الوادي الجديد، هتبقى اصعب وهتبقى اشد. لحظه واحده، عاوز اقول على معلومه، ان نتيجه الاغتراب دي اكتر من 20 حاله طلاق لحد دلوقتي مفاضله بين الوظيفه وبين الحياه الاسريه. انا دلوقتي في مشاكل مع جوزي بسبب الموضوع ده، هو مش عايز ان انا اتغرب، وانا عايزه وظيفتي، لان دي وظيفتي، دي امان للوحده الست، معروفه لاي حد. فبجد حرام اللي احنا فيه ده، معقول الرئيس يكون عارف ان احنا متشحططين ومتبهدلين كده وساكت؟ كلنا بنقول لكل مسؤول بنتعداك تجيب لنا اليه ننفذ بقى القرار ده في ظل ظروف الاغتراب اللي احنا فيها دي. تحدي لاي مسؤول يوصل لهم الكلام ده، يطلع يقول لنا هنفذ ازاي، وانا بطلع من بيتي الساعه 6 الصبح عشان اروح مدرستي الساعه 9 الصبح، وارجع تاني بعد مدرستي من بعد الساعه 3، ارجع لي 9 بالليل، هجهز دروسي ولا احضر واجباتي ولا اروح في الصبح بتاع ده في سوق محو الاميه.
وما هو الأمية؟ واحد هربان بقاله 40 سنة ولا 45 سنة حضرتك من التعليم بيبتزني ويقول لي هتدفع كام عشان اجي لك تفتح الفصل. بس احنا بنقول لرئيس الجمهورية، يا سيادة الرئيس، يا سيادة رئيس الوزراء، يا كل انسان، هل انت ترضى الوضع اللي احنا فيه؟ بس شكرا. معقول الهدية اللي هو اداها لنا والمفروض ان احنا نفرح بيها متشحطت؟ الرئيس قال للشباب، الرئيس قال للشباب احنا الشباب، احنا الشباب، احنا الشباب، احنا الشباب، احنا الشباب، احنا الشباب.